أسعد الله مساكم بكل خير، إن شاء الله يا رب تكونوا بأفضل حال. اليوم رح يكون إلي تغطية بمشروع اسمه نيبرود، هو تابع للمطور العقاري براري، طبعا في منطقة براري، ومنطقة براري هي تعتبر جزء من منطقة ماجان. اللي بتتميز في منطقة براري إنها تعتبر أكثر منطقة اخضرارا في دبي، بل فعلا بتحس وكأنك في واحدة من دول شرق آسيا. إن شاء الله هلأ رح أروح على المخطط الرئيسي، رح أشرح عن المشروع بالكامل، وبعديها إن شاء الله رح أخذكم جولة في المكان، ومن بعدها إن شاء الله رح نروح على وحدة العرض. خلينا نبدأ التغطية ويلا. هيك بكون دخلنا على مركز المبيعات، زي ما أنتوا شايفين خضار في كل مكان، هذا هو مجسم المشروع. خلينا أول شيء نروح على المخطط الرئيسي، ومن بعدها إن شاء الله بنرجع للمجسم. هذا مخطط المشروع بالكامل. طبعا موقع المشروع هو مباشرة على شارع الشيخ محمد بن زايد، في منطقة زي ما ذكرت البراري. منطقة البراري هي تعتبر جزء من منطقة ماجان. هذا الجزء من المخطط الرئيسي جاهز بالكامل وتم تسليمه وبيعه، اللي هو البراري ريزيدنت، هو عبارة عن مجموعة فيلل، بالإضافة ده نست، هذه المنطقة كمان نفس الشيء فيلل، تم تسليمها، تم بيعها عفوا وتم تسليمها، ومن بعدها انتقلوا للأبارتمنت أو للوحدات السكنية، وهذا هو الجزء اللي بدأوا فيه اللي هو 7 هيفن. والمشروع اللي راح أتكلم عليه اليوم واللي راح نغطيه هو في هذه المنطقة، وهو زي ما ذكرت لكم النيبر هود. ومن المخطط الرئيسي لمجسم المشروع نفسه، زي ما انتم شايفين هذا هو المشروع، راح يكون على 4 مباني بمساحات خضراء في كل مكان. ان شاء الله لا راح ناخذ جولة وتشوفوا بنفسكم، وبعديها ان شاء الله راح نروح على وحدة العرض. هذا هو مبنى السيفن هيفن اللي كنا شفناه بالمخطط الرئيسي، وهذا الطريق اللي بيودي على المشروع. وقبل ما نروح على وحدة العرض، حبيت أخذكم معي على واحد من أجمل المطاعم اللي موجودة في دبي في منطقة براري، وهو مطعم دفار. حندخل مع بعض هلأ نشوفه، ومن بعدها إن شاء الله رح نروح على وحدة العرض. هيك بكون دخلنا على المطعم. هذه هي الجلسات الخارجية. صراحة اللي ما زار هذا المكان لابد إنه يزوره. المنيو تبعهم ممتاز، الإطلالة تبعتهم ما رح أتكلم، الفيديو لحاله رح يتكلم. فعليا وكأنك في واحدة من دول شرق آسيا. بتكون هذه الكراسي والطاولات زي ما انتم شايفين على هذا المنظر الرائع. وقبل ما نروح على وحدة العرض، حبيت أخذكم جولة بين الفلل الموجودة بالبراري ريزيدنت اللي طبعا شفناها بالمخطط الرئيسي. زي ما انتم شايفين خضار في كل مكان، صراحة المكان جدا حلو، فعلا بيستاهل التغطية. هيك بكون وصلنا لموقع المشروع، هذا هو واحد من مباني النيبرهود زي ما انتم شايفين. اما بالنسبة للتسليم، تسليم المشروع راح يكون بشهر 10/2021. زي ما انتم شايفين شغالين الجماعة في الموضوع، وهاي البوابة الرئيسية للمبنى، راح ندخل ونشوف وحدة العرض. وهيك بكون وصلنا لوحدة العرض، خلينا ندخل مع بعض ونشوف. يلا. وحدة العرض راح تكون مكونة من غرفتين وصالة. أول ما ندخل على إيدنا اليسار في حمام للضيوف، وهذا ممر صغير، بريكفاست بار مع المطبخ، يجي بهذا الشكل بهذا التشطيب الرائع. وعندكم هون النص مثل دايننج، بالإضافة للصالة، ما شاء الله مساحات جدا واسعة. شوفوا الإطلالة، هذه هي إطلالة وحدة العرض. ومن إطلالة الصالة بنرجع على الصالة والدايننج، الإضاءة الرائعة
عندكم زي ما انتم شايفين غرفتين نوم، كل غرفة بتيجي مع حمامها الخاص. خلينا ندخل ونشوف غرفة غرفة. هذه الغرفة الأولى بتيجي زي مع خزائن في الحيط بإطلالة بانورامية زي ما انتم شايفين رائعة. هذه غرفة النوم، وهذا الحمام الخاص فيها. ومن الغرفة الأولى نرجع للغرفة الثانية. الغرفة الثانية الرئيسية بتيجي نفس الشيء، بتيجي خزائن في الحيط وبتيجي مع حمامها الخاص زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، والحمام له جزء من الإطلالة. أما بالنسبة لغرفة النوم فبتيجي بهذا الشكل، صراحة إطلالة غرفة النوم رائعة والرائعة جدا. زي ما انتم شايفين في بالكوني موصول بالوحدة بالكامل، بيجي بهذا الشكل وبهذه الإطلالة الرائعة. بعد ما صورت وحدة العرض حبيت ان اخذكم جولة في المكان او بالإطلالات اللي موجودة حوالين المبنى. زي ما انتم شايفين هذا طبعا مسار للدرجات الهوائية، وهذا جزء من المكان. صراحة المكان فوق الرائع وهادي جدا. زي ما انتم شايفين في هناك مثل جلسات خارجية على البحيرة الاصطناعية. هذا جزء من المباني وهذه هي الإطلالة الرائعة. وهيك بتكون انتهت تغطيتي لمشروع نيبرهود من المطور العقاري براري. لو حتكلم على الأسعار، الأسعار راح تبدأ طبعا من الاستوديوهات من 700,000، ما عليك إلا تدفع 20% و 80% راح تكون على جدول دفعات على 5 سنوات. المهتم بهذا المشروع والمشروع فعلا بيستحق الاهتمام، ياريت يتواصل معي وإن شاء الله بشرح له جميع الأمور بالتفصيل. ونراكم بتغطيات قادمة. سلام.